في يوم التنصيب وحضور أكثر من 110 شخصية أجنبية ووفود من دول العالم. نعم. وبالتالي في وسط طهران يتم اغتيال هذه الشخصية. هذه الشخصية أيضا هي مفاوض عن الحركة مع قطر، والقطر أيضا تفاوض الاحتلال الإسرائيلي لإتمام الصفقة. بالتالي إنه هذه الشخصية المعنوية الكبيرة التي تقوم بعمل سياسي واضح يمثل هموم وتطلعات الشعب الفلسطيني في الخارج، فبالتالي أنه له مكانته الكبيرة يتم الاغتياله. وبهذه الطريقة كان بالإمكان اغتياله في قطر، ولكن لماذا طهران؟ هذه رسالة إلى طهران بأن البحث الاحتلالي يبحث عن نصر وهمي، هذا يسمى في المصطلح العسكري نجاح التكتيكي، إخراج إيران من مسألة الصبر الاستراتيجي والتي احتفظت به، وضمن جعل إسرائيل التي كانت وضعتها إيران فيها في الداخل ضمن أسوار النار، اليوم في محاولة إخراج إيران من هذا الطوق ومن هذه المسألة الصبر، وخروج إسرائيل أيضا من هذا الطوق الأمني. فبالتالي اليوم هذه العملية جاءت لهذه الأسباب، أنه حتى يتخلص نتنياهو من عقدة الفشل التي رافقت العشرة الأشهر الماضية.